السلام عليكم، ومعكم سيراي. ووصلنا اليوم الخامس من شرح تحديات العاصفة الثلجية، وعلى حظنا التحديات اليوم سهلة شوي، وراح يكون معنا التحدي التاسع والعاشر. وقبل ما نروح للشرح لا تنزل اللايك والاشتراك، وخليكم مع المقطع. التحدي التاسع: قم بقتل 100 من وحوش الزومبي المضيئة. تعرفوا ان وحوش الزومبي او وحوش الجليد يكونوا انواع، فلازم هنا تدور على الوحوش المضيئة او اللي يطلع منها ضوء، صغيرة او كبيرة. المهم اذا يطلع منها ضوء فهذا هو الشيء اللي لازم تدور عليه، واقتل 100 منهم وتكون خلصت التحدي. التحدي العاشر: تحدي عام، قم بتدميج او احداث ضرر بمجموع 10,000 على وحوش الزومبي باستخدام الشوتجن والاس ام جي. هنا عادي تدمج اي نوع من الزومبي على كيفك، بس المهم انك تدمجهم اما بالشوتجن او بالاس ام جي، وفي جيم واحد او في اكثر من جيم. المهم انك تجمع مجموع 10,000 دمج وتكون خلصت التحدي بشكل كامل. وهذا مقطعنا اليوم، لا تنسوا زر اللايك والاشتراك، وخليكم متراقبين المقطع شرح التحديات الاسبوعيه، وكمان مقطع الزفافه التسعينيه وغير اشياء كثير. اشوفكم في الفيديو الجاي، ومع السلامه.